بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 174 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال نستعرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الجهاد، في باب الرجاء. والحديث الذي لا نزال بصدد شرحه هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة أو سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني قلت المطايا التي توصلنا إلى غاياتنا، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل فيها البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم في صحيحه. نحن لعلنا استوفينا شرح هذا الحديث ووصلنا إلى الفقرة الأخيرة منه، وهي محل الشاهد منه، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الخارقة تكاثر الطعام بهذا الشكل، قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قلنا في الدرس الأخير في تفسير هذه الكلمة: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، الكلمة دقيقة قلنا، وفيها بيان أن المراد لا مجرد أن ينطق المسلم بهذه الكلمة في حياته، بل أن يستمر في الإيمان بها
وفي اليقين بها. أنا مرة أخرى أقول أيها الإخوة، لا أدري، أنا في حرج كبير، ألقي الدرس والبعض يصلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش القارئ على المصلي، وقلت أرجو من الإخوة الذين لا يتاح لهم أن يحضروا صلاة الجماعة الأولى أن يصلوا المغرب في مسجد قريب ثم يأتوا إلى هنا فيجلسوا. الآن أرتكب وزرا بسبب هذا الإنسان الذي يصلي متأخرا، لا هو يصلي في مكان بعيد تحت سلم هذا المسجد ولا في مسجد آخر. ومنذ أسبوعين ذكرت هذا المعنى، فأرجو رجاء حارا، وإلا فأنا أعلن من الآن أنني سأتوقف عن الدرس إلى أن ينتهي كل المصلين من الصلاة. هذا شيء نهانا رسول الله عنه، وأنا الآن أرتكب شيئا نهى رسول الله عنه. المصلي يصلي وأنا ألقي الدرس. قلنا في الأسبوع الماضي لأمر ما صاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوعد بهذه الصياغة الدقيقة، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، أي لا يرحل عبد بهذه الشهادة وهي معه يقينا في قلبه ونطقا بلسانه إلا أدخله الله الجنة ولم تحجب عنه. معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يكفي لينال هذا الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، أن ينطق في غدوه ورواحه بهاتين الكلمتين ثم يقول فأنا ممن وعدهم رسول الله بهذا الوعد، لأنه لا يعلم هل ستبقى هذه الكلمة رفيقا له عند موته، فإذا مات كان آخر عهده بالدنيا هذه الكلمة، أم إن هذه الكلمة تغيب عن ذاكرته وتغيب عن فكره ويطفح على ذهنه شيء آخر. هذا هو الأمر الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحت وفصلت ما ذكره العلماء ومنهم الإمام الغزالي من كيفية امتصاص العقل الباطن للأشياء التي يتشبث بها الإنسان ويظل يذكرها ويرددها فهي التي تبقى معه إلى موته، وكيف أن الأشياء التي يتذكرها ويقولها ويؤمن بها لكن في عقله الظاهري تتفلت منه وتتبخر وينساها عند موته. ذكرنا ذلك وأوضحنا إذن أن على الإنسان لكي ينال هذا الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على أن تكون هذه الشهادة مستقرة في عقله الباطن، لا أن تطفو فقط على عقله الظاهر. ولكي يضمن ذلك لا بد من كثرة الذكر في هذه الكلمة، ولا بد من أن يراقب الله عز وجل دائما ويتذكر أن الله يراقبه، ثم لا بد أن يكون حريصا على تنفيذ أوامر الله جهد استطاعته، والابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه أيضا جهد استطاعته. هذه هي الضمانة لذلك. هذا كان حديثنا في الدرس الماضي. الشيء الذي أضيفه اليوم وننهي به شرح هذا الحديث هو أنه ما من مكرمة يكرم الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلا
لسببين اثنين. السبب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأهل هذه المكرمة، فلو لم يكن أهلا لها لما أكرمه الله عز وجل بها. السبب الثاني أنه قد تكون هذه المكرمة ليست إكراما لرسول الله فقط، وإنما هي إكرام لأصحابه، وعندئذ تكون هذه الخارقة مكرمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لا مكرمة لهم فقط، على حسب الخارقة. فمثلا عندما دعا رسول الله فانشق له القمر بناء على طلب المشركين، كانت هذه الخارقة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن انشقاق القمر بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لا يحمل إلا دلالة على شيء واحد، هو إكرام الله جل جلاله لنبيه ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام. أما زيادة الطعام هنا، كثرة الطعام هنا أو في غزوة الخندق مثلا، فهذه الخارقة تبرز جانبين اثنين. الأول منهما هو إكرام الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعا بالبركة ومسح بيده على الطعام. الجانب الثاني هو إكرام الله عز وجل لعباده، أولئك الذين كانوا معه في تلك الغزوة وكانوا جياعا وكانوا في غاية الشدة، فهذه الخارقة هي إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت ذاته إكرام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في غزوة تبوك. فنحن نعلم، ولعلكم درستم أجواء هذه الغزوة، نعلم أنها كانت في أحر أيام الصيف، وكانت المسافة بعيدة وشاقة بين المدينة المنورة وبين مكان الغزوة وهو تبوك، وقد استنفد سير الصحابة من المدينة إلى تبوك قرابة شهرين، ثم لم يكن هنالك ظهور كافية من جمال أو خيول أو غيرها بحيث يتبلغ المسلمون إلى تبوك وهم راكبون، بل كان أكثر الصحابة يمشون وكانوا يتبادلون، يعني ثلاثة أشخاص يتبادلون النوبة ظهرا واحدا. معنى ذلك أن ثلث المسافة كانت ركوبا، وأن ثلثي هذه المسافة قطع الصحابة مشيا. فإذا تصورتم الحر الشديد وطول المسافة والذهاب والإياب مشيا، والفقر الذي كان قد أصاب المسلمين والصحابة آنذاك، ولذلك سمي جيش العسرة، تعلمون مدى الشدة التي تحملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة، حتى إنه ثبت أن كثيرا من الصحابة قضوا نحبهم، ماتوا في طريقهم إلى تبوك
أو أثناء عودتهم إلى المنورة وعانوا من الشدة ما لا يصدق، وكان في جملة من قضى نحبه ومات إما من شدة الحر أو من الجوع أو المرض الذي انتابه في الطريق، كان من جملة هؤلاء سيدنا عبد الله ذو البجادين. توفي في الطريق والقوم عائدون من تبوك إلى المدينة المنورة، أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسكر في المكان الذي توفي عنده ذلك الصحابي، وأمر فحفر له قبر هناك. وهذا واحد من العشرات الذين ماتوا هكذا في الطريق. ولما حفر له القبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وقال لأصحابه: أعطوني صاحبكم أخاكم. وكان قد جهز وهيئ وكفن، فأخذه صلى الله عليه وسلم بيديه ووسده في لحده، ثم رفع يديه قائلا وكان الوقت مساء: اللهم إني أمسيت راضيا عن عبد الله ذي البجادين فارض عنه. هذا واحد من العشرات الذين عانوا هذه الشدة في غزوة تبوك. فلما ظهرت هذه الخارقة كانت في نوعها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا، وإكراما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صبروا وصابروا وعانوا ما عانوا من هذه الشدة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. وهنا مرة أخرى، لا أقول مرة أخرى بل أعيدها مثنى وثلاث ورباع، ينبغي أن نتذكر مدى ما يجب علينا من توقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وينبغي أن نتبين هنا السر في قوله عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في مثل هذه المشاهد نعلم لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. عندما نجد هؤلاء الصحابة وهم يغامرون بحياتهم هذه المغامرة، وصل بهم الظمأ إلى درجة أنهم كانوا يشربون ما في أكراش الإبل، فهل يصل إنسان إلى هذه الدرجة من الشدة؟ أي أنهم كانوا يشربون ذلك فقط ليتخلصوا من خطر الموت، ولم يكن الذين صبروا وصابروا واحدا وعشرة ومائة بل مئات بل ربما آلاف. انظر كم عدد الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، ثم انظر إلى من تحدث الله عز وجل عنهم في سورة التوبة: أولئك الفقراء الذين كانوا يأتون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهيئ لهم ظهرا وعدة، فكان يقول لهم رسول الله: ما أجد ما أحملكم عليه، فكان أحدهم يتولى باكيا، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء انظروا إلى ثناء الله عليهم في كتابه، وانظروا إلى استحقاقهم بهذا الثناء بهذا الصبر وهذه المصابرة، لا في سبيل غاية دنيوية وإنما في سبيل رضا
رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف ثم كيف ثم كيف لا يكون هؤلاء الصحابة ملء قلوبنا حبا، وكيف لا نتأدب في الحديث عنهم إذا ذكر اسم أحدهم، وكيف لا نترضى عنهم كلما ذكر اسم الواحد منهم؟ أليس كذلك أيها الإخوة؟ فإذا رأيتم من ينتقصون أصحاب رسول الله ما عدا 5 أو 6 أو 10 فقط ويلحقون بهم النقيصة، وإذا رأيتم رائحة الحقد تتعالى من أفواههم وهم يتكلمون عن هؤلاء الصحابة، أفتتصورون أن أفئدتهم تنطوي على شروى نقير من حب رسول الله؟ كيف؟ كيف يمكنها؟ أولئك الناس نحن لم نرهم وليسوا بأقارب لنا قرابة رحم، وليس بيننا وبينهم حظ دنيوي، لكن يشهد الله أن حبنا لله هو الذي يسوقنا إلى حبه، يشهد الله أن حبنا لرسول الله هو الذي يسوقنا إلى حبه. فإذا كان قلبي لا ينطوي على حبهم بل العكس، فلا شك أن عليكم أن تتهموني بأني لا أحب رسول الله أبدا، ولا أحب الله عز وجل أيضا. أقولها عن نفسي أنا، كيف هم ليسوا 1 و2 و3 و10 و100 ومئات، هؤلاء الذين ذهبوا مع رسول الله قضوا 2 شهر على الطريق تحت الشمس اللافحة، و2 شهر في الإيام، حوالي 4 أشهر، ألا نقدرهم؟ ألا نثني عليهم خيرا؟ ألا نقول رضي الله عنهم؟ ومن هم المنتجبون من أصحاب رسول الله إن لم يكن هؤلاء هم المنتجبين؟ من هم؟ نعم، حتى 3 الذين خلفوا عن هذه الغزوة، وذكر الله عز وجل ما ذكر منهم، وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رعبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر إلى كلام الله عنهم، هؤلاء مخلفون لم يحضروا، فما بالك بمن حضروا؟ نعم، ما بالك بمن حضروا؟ هؤلاء 3 الذين ذكر كل واحد منهم قصته، نعم، وكيف تخلف عن رسول الله، وكيف أمر رسول الله الناس أن يمسكوا عن الحديث معهم 40 يوما، ثم زاد 40 إلى 50، ثم أمر النساء هؤلاء 3 أن يفارقوهم أيضا إلى أجل، إلى حين، نعم، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل في حقهم، نعم، أعلن عن توبته عليهم، وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا. انظروا إلى حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يروي قصة تخلفه، انظروا إلى أبي خيثمة الذي تخلف جزئيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت محنة كبيرة آنذاك، تخلف جزئيا، كان رسول الله خرج 1 أو 2 أو 3 أيام وهو لا يزال مشدودا إلى بستانه الذي تكامل ظله والذي طاب الجلوس
في ظلال أشجاره نعم، وفي ساعة من الساعات تأمل وقال رسول الله في الحر والقر وأبو خيثمة في ظل ظليل وامرأة حسناء يعني زوجته، لا والله ما هذا بالنصف، ما هذا بالإنصاف. ثم ظل واقفا وأقسم أنه لن يجلس حتى تهيأ له راحلته ويوضع عليها زاده، وظل واقفا وقامت زوجته تهيئ له ما طلب، فامتطى راحلته واتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معسكر في جهة، وصل إليه رسول الله، وصل إليه. هؤلاء من الذين تخلفوا، هل يطيب لكم أن تلحقوا أي نقيصة بهم؟ بأبي خيثمة هذا؟ ولكن في الناس من يفعل ذلك اليوم، ولكن في الناس من تنطوي قلوبهم على بغضاء لكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنسأل الله العفو والعافية، ونحمده على أن عافانا مما ابتلى به أناسا من الناس. نعم، هذه القلوب ستكون وعاء صافيا لحب لا تكدره شائبة، وحب الله وحب رسول الله وحب آل بيت رسول الله وحب كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عز على أحد منكم أن يتبين الدليل على ما أقول، أي إن طلب شهادة من الله في تقدير هؤلاء الصحابة، فعليه أن ينظر في هذه الخارقة، هذه الخارقة، هذا الزاد الذي تكاثر، هذا الطعام الذي تكاثر ثم تكاثر ثم تكاثر بهذا الشكل، هو إكرام أولا لرسول الله، لكنه بعد ذلك إكرام لمن؟ لهؤلاء الجياع، لهؤلاء الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم لا يبالون بشيء في سبيل أن يرضى عنهم الله، لا يبالون بحق، لا يبالون بألم في سبيل أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقيصة إذا أردنا أن نلحقها، نلحقها بأولئك الذين قالوا لا تنفروا في الحر، المنافقين، لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نعم، هذه المكرمة التي أكرم الله بها أصحاب رسول الله يوم تبوك، أليست شاهدا على أنهم من المصطفين الأخيار؟ أليست شاهدا على أن علينا أن نتقرب إلى الله بحبهم؟ نعم، إنهم ليسوا عشرة ولا مئة، بل هم آلاف، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم إذا كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما العبد ربه يوم القيامة فتحجب عنه الجنة. إذا كان رسول الله هكذا يشهد، لمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويظل مسافرا عليها إلى أن يرحل من الدنيا؟ أفيطيب لك أن تلحق النقيصة بهؤلاء؟ وليكن من كان، وليكن من كان، إنسان قد يكون في هذا العصر من التائهين من الضالين، لكنه كان متشبثا
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ورحل من هذه الدنيا وهي رفيقه، أفيطيب لك أن تلحق به النقيصة بعد هذا الذي قاله رسول الله؟ وما أدراك أن تتركك هذه الكلمة أو تتركها في حين أن هذه الكلمة كانت مصاحبة له إلى قبره؟ ما أدراك كيف، فضلا عن أن يلحق هذه النقيصة بأصحاب رسول الله. أنا أقول أنا لا أستطيع أن ألحق نقيصة بإنسان أراه تائها، أراه بعيدا، لأنه يحتضن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وما أدراني لعلها تغرس في عقله الباطن، ولعلها تبقى معه إلى أن تفيض منه الروح. هل أنا ضامن أن أكون هكذا؟ نعم، على الإنسان أن يبكي على خطيئته وأن يمسك لسانه عن قالة السوء في حق غيره. ونحن نقرأ باب الرجاء نجد آفاقا واسعة لرحمة الله عز وجل. هذه الآفاق الواسعة التي نطلع عليها في مدى رحمة الله عز وجل ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن نتأدب مع عباد الله جميعا. ما أدراك أن الله سيرحمهم جميعا؟ ما أدراك لماذا تسيء الأدب إليهم؟ إن كنت ولا بد فاعلا انصح، مر بالمعروف انهى عن المنكر. في رحلتي هذه إلى تركيا اطلعت على هذه الحادثة المعبرة التي تجعل كل إنسان تائه يرعوي ويتوب، والتي تكشف عن مدى فضل الله على عباده ورحمته بهم، وهي ليست من الحوادث التاريخية القديمة التي يشك في وقوعها. فأنا لست ممن يروي الحكايات التاريخية القديمة لأنني أقترب أنها ربما تكون غير صحيحة. هذه حادثة أبطالها موجودون الآن، معهد شرعي في ضاحية من ضواحي إزمير بعيد ضاحية، وقع القائمون على هذا المعهد ذات يوم في أزمة مالية، يعني وجدوا أن المال نضب من بين أيديهم، وطلاب المعهد كثرة، فأخذوا يستدينون للطلاب الخبز والطعام ونحو ذلك عندما يشتروا. في ليلة من الليالي أرسل مدير المعهد بعض أعوانه ليشتري للطلاب خبزا من فرن قريب كانوا يشترون منه. أعطاهم الرجل ما طلبوا، لكنه قال له إن لم تأتوني غدا بالديون التي لي عليكم لا خبز لكم عندي بعد اليوم. هذا الرجل يقول لمدير المعهد هذا الأمر، فاحتاروا في أمرهم. المال انتهى وهم في مكان نائم ضاحية، خرجوا يصلون صلاة العشاء في المسجد القريب، وبعد الصلاة قام أحد الرجلين فتكلم عن حال هذا المعهد وحاجته الماسة إلى بعض المال غيثما تبدأ السنة الجديدة، فلم يلتفت إليهم أحد، ربما كانوا فقراء الله أعلم، مسجد متطرف. وعادوا يفكرون، طلاب المعهد موجودون، ورجل تهدد وتوعد أنه لن يعطيهم شيئا بعد اليوم إلا يؤدوا الذمة التي عليهم. رأى المدير رأيا، قال لصاحبه نذهب الآن، كان الوقت متأخر في الليل، ونسير في سكك المدينة، ندخل أول حانوت أو دكان نجده في هذا الوقت مفتوحا،
نخبره بأمرنا؟ فلعل الله يهيئ أمرا ريثما تبدأ السنة التي يأتيهم فيها المال إن شاء الله. ذهبا، كان المدير شخص آخر، يسيران في الشوارع، لكن كانت المحال كلها مغلقة. وجدوا أخيرا محلا مفتوحا، نظروا وإذا هو عبارة عن حانة. ماذا نصنع؟ أندخل الحانة ونستجدي السكارى؟ تشاوروا، رأوا بعد ذلك أن يدخلوا. دخلوا الحانة فوجدوا فيها ثلاثة أشخاص وصاحب الحانة، والثلاثة قد أخذ منهم السكر مأخذة. بدأوا يتكلمون معهم، فقال أحدهم: إن صاحب الحانة فلان، فاذهبوا وحدثوه هو. اتجه مدير المعهد مع صاحبه إلى صاحب الحانة، وكان هو الآخر يمتحي زاوية وقد دار السكر برأسه. قالوا له: إن هاهنا معهدا شرعيا قريبا، وقد انتهى المال من بين أيدينا، والطلاب جياع، وعلى المعهد ديون لأصحاب الدكاكين القريبة. فقال: ونحن بحاجة إلى مبلغ. قال: كم تحتاجون؟ وقالوا له: نحتاج 750,000 ليرة، يعني قرابة مليون تركي طبعا. قال لهم: ها هناك صندوق، افتحوا الصندوق وخذوا ما تشاءوا. ذهب الرجل وفتح الصندوق وأخذ المبلغ وعاد به وأراه وعده أمامه، 750 ليرة تركي، وخرج عائدين إلى المعهد وقد زال الهم وانفرجت الأزمة إلى أمد. نعم، جلسا يدعوان الله عز وجل لصاحب هذه الحانة بالهداية، وأخذ يدعوان يقولان: يا رب، لقد ذهبنا إلى المسجد وطلبنا من المصلين فلم يستجيبوا، واستجاب هذا الإنسان التائه العاصي، فنسألك اللهم له الهداية. في صباح، في فجر ذلك اليوم، طرق باب المعهد، طارق المعهد داخل، المدير موجود وصاحبه موجود، فتح الباب وإذا بصاحب الحانة الذي قابلوه وهو سكران. قال لهم: هل تستطيعون أن تحدثوني من أنتم؟ قال له: نعم، أنا مدير وهذا المعهد وهذا أمين سره. وظنوا أن الرجل جاء ليسترد المال الذي أعطاه إياه. قالوا: هذا معهد، وبوسعك أن تدخل فترى المعهد وترى الوضع. قالوا: لا. قال لهم: لا، أريد أن أسألكم ماذا فعلتم به؟ خيرا، ماذا فعل؟ قال: بعد أن ذهبتم كنت جالسا، ويبدو أن الرجل قد أخذ منه السكر ما أخذه، وربما وقع في سبات أو في نوم وهو في مكانه. قال: رأيت نفسي في سكرات الموت، وقد جاء ملك الموت يأخذ روحي، ثم رأيتني قد دفنت، ورأيت ملكين جاءا يسألانني عن الدين وأنا لا أفقه في الدين شيئا، ثم أمر بي إلى النار، ورأيت أناسا يحملونني ليقذفون بي إلى النار، ورأيت ألسنة لهب تتعالى من تحت، سمعت صوتك، الكلام للمدير، وأنت تدعو وتسأل الله تقول: يا رب، هذا أطعم طلاب علمك، وهذا رأف بهم وأكرمهم، وأنت لا يمكن أن تعذب من أكرم طلاب شريعتك.
الى هذه النار، فلما وقعت رأيت نفسي فوق ارض ممرعة خضراء ولم اجد اي الم ولا اي معنى من معاني النار التي رأيتها تضطرب وانا اخضر. هذا قمت وقد حطمت الان كل الزجاجات التي عندي، ثم اخرج كيسا هو كل ما كان في الصندوق من اموال، قال ضعوا هذه الاموال ايضا لمعهدكم. ثم ان رجل ترك الحانة وآل ان لا يشتغل باي عمل الا بعمل واحد، هو ان يكون خادما في ذلك المعهد. الرجل موجود الان، هو الان موجود خادم في ذلك المعهد ومديره موجود. نعم. لماذا سقت هذه القصة؟ سقتها لكي نتأدب مع عباد الله. لعل واحدا مثلي لو مر قبل 3 ايام بهذه الحانة ورأى صاحبها وهو يتحرك بين زجاجات الخمرة، لعله ينظر اليه شزرا، ولعل كلمات السوء والمقت تخرج من فمي. نعم، تجاه هذا الانسان، لانه هذا الانسان عاصي، هذا الانسان كذا الى اخره. نعم. لكن الان عندما الاحظ معاملة رب العالمين للعباد، وعندما الاحظ كيف ان هذا الانسان الذي كان قبل 3 ايام يقدم الخمر للسكارى، لا يفكر فقط بل يقدمه ايضا للسكارى، كيف اصبح بعد ذلك انسانا تائبا ايضا الى الله عز وجل، وكيف اصبح يخدم طلاب العلم في معاهدهم. عندئذ لا يمكن ان اقول كلمة سوء في حق اي انسان. ولاحظوا انا لا اقول لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، هذا شيء اخر. لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، هذا شيء اخر. ولكن مر بالمعروف ونهى عن المنكر وتأدب مع من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، مهمة أقامك الله عليها، وإياك أن تتصور أنك خيرا منه. نعم، هذا واقع، وهذه ليست حادثة تاريخية قديمة، بل بوسع كل منكم لو أراد أن يذهب فيزور تركيا أن يزور هذا المعهد ويتعرف على هذا الشخص الذي كان إلى الأمس القريب بائع خمرة في حال، الآن جذبه الله إليه، الآن تفتحت رحمة الله سبحانه وتعالى له، ولعله الآن من خيرة الناس في ميزان الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حال عامة الناس، فكيف ينبغي أن يكون موقفنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ندعي انه تبقى في نفوسنا ذرة من ادب مع الله او مع رسول الله، ثم نطيل السنتنا بقالة السوء في حق اصحاب رسول الله، فنقول مثلا ليسوا كلهم عدولا. من العدل ان لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العادلين؟ هنا ننتهي من شرح هذا الحديث. يليه بعد ذلك الحديث الاخر، والحديث يرويه عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو ممن شهد بدرا، قال كنت اصلي لقوم بني سالم امامهم يعني فيهم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار
يحول بين بيته وبين قومه بني سالم واد، اذا جاءت الامطار اصبح هذا الوادي نهرا، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، لا استطيع ان اجتازه لاصل الى مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اني انكر، يعني وان الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه، فوددت، لاحظوا ماذا يقول، فوددت انك تأتي فتصلي في بيتي مكانا اتخذه مصلى، اي عندما لا استطيع ان اخرج الى المسجد تصلي في مكان معين حتى اتخذه انا مسجدا في بيتي عند الضرورة. ننهي قراءة النص ونتوقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله وابو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله فأذنت له في الدخول فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزيرة تصنع له، يعني دخل الدار طلب منه ان يبقى لكي يقدم له طعام. خزيرة اسم مثل حريري، مثل ما بنقول حريري نحن عنا. فسمع اهل الدار ان رسول الله في بيتي، يعني الجيران، فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك؟ لا ارى. رجل من الجيران اسمه مالك، واحد يقول وين مالك؟ هذا ماني شايفه. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. انظروا ها هنا محل الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، الا تراه قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فقال الله ورسوله اعلم، اما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وموعدنا في شرحه ان شاء الله تعالى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.